غادي نعطيو الانطلاقه ديال التوزيع على الصناديق العازله للحراره. هذا مشروع كيدخل في اطار استراتيجيه اليوتيس اللي من شانه الرفع من الجوده ديال المنتوجات الصيد البحري والتثمين ديال الرفع من الجوده والتثمين ديال المنتوج. هذا المشروع كيهم 640 قارب للصيد التقليدي المتواجده بالاقليم، والمجموع ديال الصناديق هو واحد 1929 صندوق اللي غادي يتم التوزيع ديالها هنا في الاقليم. المشروع عطات سبقت الانطلاقه ديالو بدات من الناظور، اليوم حنا في المرحله ديال الحسيمه واللي غادي تبعها ان شاء الله الجبهه والمضيق وطنجه. شكرا.